او ايوه امبير، وغير هذا الى الامبير. ايش بكو؟ طبعا هو ما حيعدي ال 10، ها مستحيل يعدي ال 10 تجنبها وجهها. ايوه خلني انا اشبك ال عندك ال هذا الكم و أمبير. بسم الله، 1.7. هو قال لنا أقصى شيء 1.7 تقريبا. أيوة. فإحنا الآن عرفنا التيار اللي حيث ما عندنا مشكلة، يعني لو هذا يتحمل إلى 10. إحنا ما نتكلم عن لوحة واحدة، ممكن يكون عندنا زي هذه 10 على التوازي، فعشرة وكل واحدة أمبيرها واحد حتعطينا 10 أمبير لأنه على التوازي، وصلناهم على التوازي. لكن احنا الان نختبر الان لوح بسيط، فايش بك لنا هذه يا بندر في مانفات؟ ايش انزل معهم شوف كيف هيوصل في المنظم. الان ركبنا في المنظم، ومن المنظم حيطلع لي البطاريه. البطاريه جبناها. ايوه خلي البطاريه في الاسفل. طبعا لان البطاريه حنشبك الان، بس لان البطاريه احنا سويناها توصيل مع الانفرتر جاهز، فيصبح توصيل الانفرتر يكفي. فالان توصل الانفرتر، قطبية الانفرتر موجب مع موجب، سالب مع سالب. طيب لو حبينا ننزل شوية الان، طبعا الحمل الان الدي سي اشتغل، لكن انا بطفي شوية لانه ما يعنينا. احنا اختبرنا من اول البطارية، الان نبغى نختبر الشمس. لسه يقول ايوه مهما انت موجه، حاول انك توجه. بس الاصل انه يجيب قراءة، يعطيني قراءة الجهد اللي موجود عندنا. ايوه شوف الان قال لك الشمس تشحن البطارية والجهد واصل الى 12. لكن هذه هل الاسلاك موصلة؟ لا لا انا فهمت الان ايش اللي مقصود. لا هذه ضبط الجهد حق اللي تبغى تدخله على البطارية من الشمس، يعني احنا الان نتحكم فيه. لاحظ قبل شوية يعني اللي انا باخذه من اللوح على البطارية. ايوه لانه هذا ممكن يعطيني 18. وانا ما ابغى 18، انا ابغى جهد اكبر من الجهد اللي حق البطارية. يعني البطارية 12 انا اقدر اخليها 13، اقدر اخليها 14. الجهد حياخذ ال 18 حيقوم ينزله من 18 الى الجهد اللي انت تطلبه منه. اقصى شيء 18، اقصى شيء لا هو اللي يتحكم فيه. اقصى شيء هنا 24، لانه هنا قلت لك الانفرتر يقبل 12 الى 24. هذا 13 كويس، 14 افضل، كل ما كان جهد اعلى. بس يفضل انك ما تحطه مثلا على 20 على بطاريه 12، لانه يصبح جهد زايد. الان الحمل هذا ايضا الدي سي المفروض انه بس ابغى واحد يختبر لي الان الجهد حق الانفرتر. الجلسه تلمس تشتغل غلط، في مشكله في القاعده نفسها. لاحظ الان الانفرتر شغال، المفروض يعطينا هنا قراءه 220 لان تاخذ من البطاريه الى حولها، حط اي سي وحول على جهد. هنا الكم خلي زي ما هو، الكم غير فقط هذا على الفولت.
اي سي. ايوه كذا الان 200 16 ايوه لان طلعنا ليش؟ لانه قاعد يعطيك درجه حراره اللوحه. هذا مو درجة حرارة الجو، هذا درجة حرارة اللوحة، عشان انت برضو تعرف لو حصل حبة فوق تعرف المشكلة الحرارة اللوحة بس. فالان عندك مثلا 12.6 هذا اللي جاي من اللوح، شوف مكتوب الان اللوح يعطينا 12.4 هذا 12 ولا 12.4 اي مكتوب عليه بي في قبل شوية، بي في هذا يعني فوتوفولتيك يعني. الان بي في شوفوا هذا معناته اللي قاعد يطلع الان من اللوح وقاعد يدخل للشاحن ويروح يشحن فيه البطاريه. بعد ذلك حتلاقي جهد البطاريه كم؟ لا هذه الحراره 12.6 هذه اللوحه، هذا بي في اللوح الشمسي، بطاريه 12 يعني الجهد حق البطاريه الان قاعد ايش بدا يزيد من اول 11 ايوه اول 11.7 هذه درجه الحراره 28 اللوحة. هذه اللوحه الحمل طافي الان شغال ايوه الان حيجيب لك الحمل ايضا حيتكلم عن الحمل يذكر الطلب المفروض انه يذكر الجهد اللي طالع هذا الحمل هذا اللوح الشمسي هذه البطارية درجة حرارة ما جاب لي البطارية صح؟ لا جاب لي هذا إيه هنا شوف البطارية ما جاب الحمل الحمل ايوه ما جاب طيب عموما الحمل احنا عارفين انه 12 فولت ايضا جهد عليه فالفكره هو اننا كيف هذا النظام اللي انت قاعد تشوفه يسمى نظام معزول ايش يعني نظام معزول ما هو مرتبط بالشبكه الكهربائيه حق الشركات اللي برا لذلك لو انقطعت شبكه الكهرباء احنا ما يهمنا احنا حملنا نغذيه بالواحنا اللي عندنا المهم في الموضوع الحجم كم لوح شمسي احتاج كم بطارية وكم حجم الانفيرتر هذا الامبير حقه والجهد وهذا عفوا الشاحن والانفيرتر هذا الانفيرتر قال لك اقصى احمال يركب عليه 700 مجموعها طبعا اللوحة هذه 5 واط يعني لا لوحة ايوه حد 700 لو مثلا جبت ثلاجة دي سي تشتغل على 1000 واط هذا ما ينفع لازم اشتري واحد تفرق عدد الالواح ايوه تفرق لانك تزود ايضا البطاريات والبطاريه اذا زادت تحتاج تشحنها بمصادر اكبر هذا الكلام كله لازم تعمل له عمليه حسابيه قلت انا للشباب اسهل ما في موضوع الطاقه الشمسيه هو التوصيل انت توصل وكيف تركب سهله ما فيها اي صعوبه بس كم تحتاج هي الفكره في كيف تصمم نظام صح وعدد الالواح والبطاريات عدد صحيح لا يزيد ولا يقل ليش؟ عشان ما تطفى الاحمال عندك بسبب العجز اللي بالبطاريات وعشان ايضا ما تحرق الاجهزه يعني لانه ممكن هذه تولد لك تيار عالي وانت تشتري اجهزه تيارها منخفض فيؤدي الى حرق نتكلم عن الانفرتر او المناقض في عندنا منظمات ثانيه اكثر تطور واغلى ما يهمه الجهد حقه 12 13 اللوح الشمسي ما يفرق معه هو عنده يقبل حتى 60 70 100 فولت هو يعمل وزنيه للفولت في داخل حاجه يعني غافل للجهد نسميه الوسطى ما يهمه يكون بس انه قلت لك انه في تقنيات اغلى بس هذه اللي عنده استراحه واللي عنده حاجه بسيطه ما يحتاج يشتريها لانه مكلف لكن اللي عندي مول تجاري عندي مكان يعني اكسب فيه فلوس ويطلع لي دخل مو خساره اني اخسر عليه انظمه اكثر ايش هذا النوع من المحولات رخيصه شبيه باللي موجود عندكم في السياره اللي تحط فيه في السياره اللي في السياره ارخص وارخص هذا ايضا ما هو افضل شيء افضل شيء موجود عندنا في المعمل في نوع منه يعطيك موجه نظيفه بالضبط زي الموجه اللي تجي من شركه الكهرباء اللي هم 1000 واط او حتى لو عندنا 500 واط بس يسمى نقيه موجه نقيه هذا يعطينا موجه مربعه معدله اللي في السيارات يجيك موجه مربعه ما تحصلها موجه تحصل الموجه مربعه يعني ما هي موجه
بالضبط زي اللي تطلع لنا ساين ويف زي اللي تطلع لنا من شركه الكهرباء اللي درسناه في دوائر اثنين، الموجه حق التيار والموجه حق الجدر. هذا افضل شيء. هذه الانواع الرخيصه ما تسويها، احنا الاغراض التدريب ما يهمنا، بس لا في بكره في الاحمال الكهربائيه تركب في بيتك لازم تجيب ايش حاجه نقيه. هذا ندرسه احنا، نعطيه في العصريه في الدوره ونعلم الشباب كيف نوزنها، ولو ترى من جاي ان اراد الله، بس انت ما شاء الله حلو. لكن النت مليان، ادخل بس في النت واكتب سايزنج تحجيم نظام شمسي هندسيا ممكن، هندسيا ممكن تولع على مول كامل اللوحات حسب الحساب. لا تحتاج مساحة سطح كبيرة، لكن مساحة مادية اللي حدنا دائما هو الفلوس. قلت لك هندسيا اي شيء ممكن، عمليا عفوا اقتصاديا دائما الواحد يرجع للميزانية، ما يقدر ايش يستمر الا اذا كان عنده ميزانية مفتوحة. لكن انت لما تروح في البيت تسويها، لا تسويها على البيت كامل، سوي لك غرفة طوارئ او مكيف واحد. انت اللي يهمك انه في شيء عندك تستغني فيه عن كهرباء الدولة في وقت الحاجة، اذا في مشكلة في الكهرباء العامة اتصلت ولا كذا يصير عندك انت. لو عندك استراحة صغيرة فيها غرفة وكذا ممكن، لو عندك راعي في مكان نائي مزرعة وكذا ما فيها كهرباء تقدر تسوي. لو عندك مزرعة وما فيها غطاس كهرباء عدة كهرباء عشان غطاس ممكن، ما هي خسارة. موضوع الفلوس والاقتصاد والهندسة متداخل، ما نقدر نقول انه والله ممكن ونسكت، لا نقول لك ممكن اذا كان هندسيا، لكن اقتصاديا دائما عندنا حدود. يعطيكم العافية، وكذا يكون عطيناكم شيء يعني لو كان يعني زيادة عن اللي مطلوب منك في المقرر. والله صرف التحكم الآلي ما هو مطلوب، لكن درسته انت في التوليد. فأتمنى إنكم تستفيدون وما توقف على هذا الجزء، طور نفسك بنفسك. أنا أعطيتك زي ما تقول بس السلفة، شغلت السلفة عندك وأنت ابدأ إيش استمر. الله يعطيك العافية.